قيمة. نحكي عليهم الكل، مش نحكي على روحي. أنا قريتها. إلا أنا أحكي على روحك بسيرش. أنا قريتها. شنو أنت زايدة تقارية فين أنت؟ ماك معانا فاكولتي ميسين سوس. صحيح. إي فوالا ما لقيتو لي بيتونسيون أرتيريال. قرينا. تري بيان كارديولوج أنتم تنجموا تجاوبوا غير ما ننسي. بيتونسيون أرتيريال الكراد الأولاني قداش هذو ماشي في التقريب؟ C'est quoi? رانا هيك ولا رانيا ولا رانا مشو رانا اي يعطيو ديوريتيك تزيديك بيس دو فريكونس كاردياك ولا المفروض المفروض ما معناتها شو ما نعرفش مش والله انا نعرفش اختي اخي جاي باش جاي رانا شو والله بريت الكره ما عندي مده عندك مده باه شنو ما لي زونتي هايبرتونسور الابيس لو فريكونس كاردياك فامي ثيرابيتيك عطيو واحدة ميساج واحدة شنو هما لي زونتي هايبرتونسور معروفين براديكال ديزون مش اللي فامي ثيرابيتيك تريتوني شنو هي صدقوني ديك زمان كنت باش نكمل هكا ما نجيبو صعيب نتفاهم معاكم هاك شنو هو جايين هكا قبل ما تحضروش هربت على ناتو سكرت الميكرو ارجع مش هربت مش على حاجه بحذيها هاي فوالا ارجع شنو من الفامي مشو لي زونتي الديستيرون هكا خاطر عندهم في على اللي بيتابلوكون شو يعملوا بجاه ربي سامح اللي بيتابلوكون تعرفوهم وقريتوهم ولا عندكم في الكور ولا اللي بيتابلوكون جابوهم ديريكت لي بيتابلوكو معروف سون لي ميديكامون براتيكمون واحد لونتي هايبرتونسور بخلاف شويه دلتيازام والفيرابامين يعطيو براديكاردي براتيكمون هذوما هما لي بيتابلوكو دونك ما ثماش باس دو لا فريكونس كاردياك مع ديوريتيك تيازيديك ديمينيسيون دو ديبي كاردياك كيف كيف لنا لي بيتابلوكو باغ اكزومبل يعطيو باس دو ديبي كاردياك الاغلبيه ما ثماش باس دو ديبي كاردياك مع لونتي هايبرتونسور الاخرين وديوريتيك تيازيديك نانترفير با براتيكمون ما ثماش باس توا نمشيو للديمينيسيون دي ريزيستانس فاسكولير بيريفيريك ايفيكتيفمون لي ديوريتيك تيازيديك او لون كور من الاول ما يعطيوش ديمينيسيون دي ريزيستانس فاسكولير بيريفيريك من الاول توندونس الفوليمي بلي كيستيون لي ديوريتيك شي يعطيو على الفوليمي من الاول ديبي شي يعملوا على الفوليمي هما ديوريتيك ايبوفوليمي اوغمونت لا ديوري صحيح شنو ما يعملوا ايبوفوليمي ديميسيون دافوليمي صحيح فما ديميسيون دافوليمي ناس في بالها لي في اونتي هايبرتونسور اكسبليكي بار لي هايبوفوليمي لورغانيزم ريبون ريستور الفوليمي الفوليمي نورمال تو تلقاها بري دو موا تروا موا تلات موا بار ديوريتيك تيازيديك تلقاو الفوليمي نورمال ما انا شنو هو لي في اونتي هايبرتونسور il semble lié علاش probablement il semble lié à une diminution de résistance vasculaire périphérique ou tendance à la vasodilatation كي جاو شوفوا يلقاو التونور في البروا فاسكولير اون صوديوم اي ديمينوي دو لا باس دي ريزيستانس فاسكولير بيريفيريك هذا الميكانيزم كي بوري اكسبليكي لي في اونتي هايبرتونسور دي ديوريتيك تيازيديك توا ان اوغمونتاسيون دو فوليوم دو ليكيد انترستيسيال صحيحه ولا غلطه سي بالعكس هو ديوريتيك فرغ الاورغانيزم الماء فهمنا و tendance à la déshydratation à l'augmentation de volume non une diminution du débit sanguin rénal c'est vrai femme augmentation diminution ولا pratiquement débit normal مع diurétique tiazidique femme مش كان رانا augmentation ولا se manifeste شويه بالله
l'idiotique raw abaisse généralement le niveau de débit sanguin au long cours se stabilise. M, ça n'explique pas l'effet antihypertenseur. L'explication unique, c'est la diminution de résistance vasculaire périphérique ou à long terme. فهمنا هذا الإفي دي ديوريتيك تيازيديك وسو البلان موليكولير شي عملوا لي ديوريتيك تيازيديك موليكولير شي عملوا يا جو با سايرو دوبيكم هكا ما نتفهموش الإكزرسيس كاكلينيك نميرو دو تسمعوا فيها ولا Oui. Au cours d'un examen physique de routine chez une femme de 65 ans, on a noté une pression artérielle 16,90. Antécédents médicaux, bloc auriculo-ventriculaire. Que tu sois les troubles du rythme de conduction, le cardio. Échaine. اي مش عندنا كور هكاك كور يشبه له معناتها عندكم كور هكاك مسيور معناتها ليه عندنا كور ليه عندنا كور ليه تخرج سيريان والملاد عندها اوستيوبوروس بار ايور il y a un an elle avait souffert d'un grave épisode de dème du quick mais lequel des antihypertenseurs suivants serait le plus approprié pour cette patiente mais le captopril ça c'est quoi الكابتوبريل شنو هو انيبيتور دو لانزيم دو كونفرسيون حضروا روحكم او جيب اسامي في الاكزامان حضروا روحكم حضروا روحكم للدي سي باهي كابتوبريل انا ملي فاول كل بالبريل كي ربي قمروهم C'est les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. N'a-t-il pas le malade de IUC ou LL? Pourquoi? IRN ou la Chaima ou la RZZ ou I ou S ou A ou RS? N'a-t-il pas le captopril IUC ou LL? لو ديكريتو كوركم الملاد هذه اش عندها في الانتيسيدون علاش ما نعطيوش اي يو سي شي سات ملاد كابتوبريل قلنا ان انيبيتور لانزيم دو كونفرسيون علاش ما نعطيوهاش خاطر عندها بلوك اوريكولو فونتخ فما صوت جديد هاي سكاندر بار فام انتيسيدون بلوك اوريكولو فونتريكولير دونك يا سكاندر سالا ستوب 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 يا سكاندر الكابتوبريل راهو اي يو سي قلت لي بلوك اوريكولو فونتريكولير انت ما تعطيش لي يو سي يا اسكندر علاش خاطر تعمل هيبركاليمي لا لا يا اسكندر مش بالضروره لا 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 وانت مش كل ملاد عيام اي يو سي كلامك صحيح عطي هيبركاليمي مش بالضروره كل ملاد عنده يو سي ما تمشي يعمل هيبركاليمي عمل لها شيء لا لا خاطر عنده اودين دو بوان نرجع له اسكندر البلوك اوريكولو فونتريكولير ماهيش كونتر انديكاسيون لوتيليزاسيون دان يو سي Monsieur, que l'abd a des antécédents d'œdème, le mafroud, voilà. Antécédents d'œdème du quink, mais n'a-t-il pas les UC? Allez, je suis parti. Les UC peuvent favoriser l'œdème du quink par accumulation en partie de la bradykinine. Ou on a d'autres antihypertenseurs. Et je laisse l'œdème du quink. N'a-t-il pas les UC? Il y a d'autres alternatives. Ou l'œdème du quink, c'est un œdème. Sous-cutané ou rire, ça peut toucher tous les matières de l'organisme, peut-être fatal, là. Khastan, localisation de l'arrangé interne. Ichlesne, contre-indication. Captopril, non. Propranolol, je n'ai Lol, à la fin. Bêta-bloquant. Alhamdulillah. Bêta-bloquant. Hein? Je suis bien le malade à vie, mais tu es bêta-bloquant. Ça, Samhouni, le propranolol ou la question n'est pas adapté à l'hypertension artérielle. Je n'ai pas l'hypertension artérielle, le propranolol. Tu as la même terre, l'indication. Mais quand on a un peu de bêta bloquant, ça, le propranolol, je n'ai pas cardio-sélectif ou non-cardio-sélectif? Non-cardio-sélectif.
très bien non cardio sélectif وكن حبوا نعطيه دي بدأ بلوكان للي بيرتندو رو نجمو نعطيه مش بنعطيهوش أما كن حبوا نعطيه شنو هو اللي بريفيراب الكارديو سيلكتيف ولا النون كارديو سيلكتيف ياسر صعيبة ياسر صعيبة الكارديو سيلكتيف بيان سور الكارديو سيلكتيف خاطر النون كارديو سيلكتيف سافا توشي البيتا 1 والبيتا 2 وانتوما في الكارديو سيلكتيف وفي اللي فيك انتي بيرتونسور دي بيتا بلوكان اون بارتي اون شيرش اللي فيه بيتا 1 اش تزني بور بلوكي لي بيتا 2 وقت جو بلوك لو بيتا 2 بار اكزومبل مثال شاني ديما ندخلهم بعضهم لي كيستيون اما لي فهموا خير انا بوتيت نجيوها في لي كيستيون علاش جينيرالمون جو بلوك لو بيتا 2 مثلا ويه زايدين بار اكزومبل وين بوتيت دونجرو الكارديو سيلكتيف بارابور نون كارديو سيلكتيف مثلا دونجرو شي كي نون كارديو سيلكتيف تو كنت نقول فيها بيتا 2 وين لي ريسبتور بيتا 2 مثلا بلمونير وقت تبلوك لي ريسبتور بيتا 2 نيفو برونشيك شتعت حتى شيء هكاك يا ودي البلوكاج لي ريسبتور بيتا 2 نيفو برونشيك كسرنا روسنا وحنا نفهموا فيها في الدوزيام اني وعنا درس كامل شاعتيو البلوكاج بيتا 2 برونكو كونستركسيون يتكلموا عاد علاش كسروا لي في راسي Donc, les non-cardio-sélectifs peuvent être dangereux. Acte mes cardio-sélectifs chez qui? Chez l'asthmatique, cacaoulet. Hauka, par exemple. Avec Alès, souvent, on préfère les cardio-sélectifs. Donc, pour prendre l'eau, à la limite, je place cette radio, mais ce n'est pas grave. Ben, Alès, je vais vous dire, je vais vous dire, le malade est vie. Khatra, on a un bloc auriculeux, ventriculaire. Très bien. Ou Alès, donc, je vais vous dire, le bloc auriculeux, ventriculaire. أكراف البراديكاردي لا 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 عاش خويا البراديكاردي حاجة والبلوك أوريكولو فونتيكولار حاجة البراديكاردي إفي شنو نتاع البيتا بلوكان شو نسميوه اسكال il va diminuer l'automatisme إفي شنو استنى استنى إفي شنو هو البيتا بلوكان على الفريكونس كاردياك شو نسميوه ديمينيو لا فريكونس كاردياك إفي شنو هو كرونوتروب نيجاتيف يعطيك الصحه وتوا لا كوندكسيون اوركولو فونتريكولير لو بيتا بلوكان ديمينيو لا كوندكسيون اش اسمو لي في كرونوتروب نيجاتيف كرونوتروب نيجاتيف صحيت اش جايبها البراديكاردي بلي قولي عنده افي كرونوتروب نيجاتيف ديمينيو لا كوندكسيون بو اغرافي ان بلوك Le bloc auriculo-ventriculaire, c'est un deuxième ou troisième degré, c'est une contre-indication à l'utilisation des bêta-bloquants. Lorsqu'il est appareillé, salahtu, baismikiru, khiru, on veut les administrer les bêta-bloquants. Mat salahsh, on ne l'administre pas, les bêta-bloquants. Donc, malade, mat akhush, le propranolol. Et c'est verapamil, c'est quoi le verapamil? Sadkouni. الا ما نجيب هالي كيستيون هذوما في الاكزامان وما يجيو والاسامي نتاع الدوايات ما يجيو راكم طب هاي جبتوها لرواحكم هاي باه باه كملوا كيك الفيرابامين سي كوا بالك نافيرمي مش يحفظ يعطيه في بلاصتكم انيبيتور كالسي تيب انا ومنهم براديكارديزون ولا ديدروبيليدين ورق اقعد ورق في الورق اقعد لوج على الورق مش تحفظوه والاكزامان مردي والنهار الكل عندهم الوقت وديستانس وحتى حتى اوديما ما حضروش باهي فيرابامين انيبيتور كالسيك براديكارديز il peut il abaisse la pression artérielle il abaisse la pression artérielle Mais malheureusement, il a bradycardisant ou un tropisme cardiaque. Il peut aggraver quoi? Oh, Z. Un tel patient est dit. Conduction auriculo-ventriculaire. Très bien. Donc, un tel bloc auriculo-ventriculaire. Il n'a jamais voulu abaisser la pression artérielle. Mais quand même, il aggrave le bloc auriculo-ventriculaire. Mais t'attaches à un patient est dit. T'as dit. L'hydrochlorothiazide, qu'on a du éthique thiazidique.
hypertension artérielle modérée, mais pas beaucoup. و a priori ما فماش كونتراديكاسيون ولا حاجه ايفيه كي بو اغرافي معناتها ديوريتيك تيازيديك شي ست دار دونك ما فماش شي لي دروك لو تيازيد بوتيتر ابروبري شي ست باسيونت دونك صحيح اللي بعد الميديكامون لاتينولول بتابلوكتيف ولا نو كارديو سيليكتيف كارديو سيليكتيف D'accord, ça abaisse la pression artérielle, mais kiff. C'est un médicament qui aggrave le bloc, contre-indiqué le BAV deuxième, troisième degré. Donc, en maladie, il y a eu pas de l'hydrochlorothiazide. Naturel. Wada. Hatta wada, je me trouve Quel est le coup de ce que je suis لنا باش نجاوب ياي سي كلير وي الحمد لله هاي الحمد لله كاكلينيكا نيميرو 3 une femme perdu 63 ans avait reçu un médicament pendant 15 jours quand même atteint les fibres en 15 jours de durée bien le bilan biologique suivant est réalisé avant et après le traitement اش بها المرض هذه valeur كان عندها الالدوستيرون ولا فيبل البوتاسيوم ا اوغمونتي لا رينين ا اوغمونتي لانجيوتنسين 2 ا بيسي لوكيل دي ميديكامون سويفون ا ايتي لو بلو بروبابلمون ادمينستري شنو حسب رايك لي دروكلوروتيازيد وي او نو اي جاوبني عاد مش مشي نجاوب وحدي عاد هكاك اي الف واحد يجاوب هيا يا رنا نستنى راه علاش لي ترو تي تري سامبل لي دروك لو تيزيد علاش لا علاش لا لي دروك لو تي مش هو علاش خاطر البوتاسيوم طلع نورمالمون هو يطيحوا تري بيان Normalement, les hydrochlorothiazides diminuent la kaliémie. Et pour kaliémie, le calcium, le potassium, là, mais ça marche à l'aise. Donc, les hydrochlorothiazides, les propranolol, les qu'on a bêta-bloquant, à l'aise, moi, je suis le bêta-bloquant, là. Très facile, c'est. À l'aise, fils. Propranolol, bêta-bloquant. حاجة تريف قولوا لي بالله البيتا بلوكون وريني شنو هي الريلاسيون اخي قريتو معايا دوزيام اني هاني قريتو الكور هذا معناتها قريت جروب وموا البيتا بلوكون ولا وريني شنو هي الريلاسيون هاي حتى هذه في الاكزام ان شاء الله هاي البيتا بلوكون رينين لي بيتا بلوكون بلي مش قلنا البلوك لي ريسبتور ساعه البيتا بلوكون بلوك بلي انا ريسبتور ذكروني شويه بيتا انا ريسبتور بيتا او بيتا دو والرينين سيكريتي او نيفو رينا غراس ا كوا ا لا ستيمولاسيون دي ريسبتور بيتا 1 دونك لي بيتا بلوكون اون بلوكون لي ريسبتور بيتا 1 diminue la sécrétion de l'urine. Est-ce bien le patient tac ou la patiente? L'urine tac a augmenté. Qu'est-ce que je me dis maintenant? Traitement par propranolol. Mais il dit Captopril IUC. Le captopril IUC inhibe. Je ne vois l'IUC. Le mécanisme tac. C'est quoi les IUC? اي الا ولا شو اسمه شيبه ولا ترانسفورماسيون تاع لونجيتونسين 1 لونجيتونسين 2 تري بيان دونك لونجيتونسين 2 شبي ديمينيو ولا اوغمونت يفا ديمينيوي ديمينيوي دونك هذيك فابل تاع والرينين بلازماتيك تطلع فوالا بار ريترو كونترول نيجاتيف باهي والبوتاسيوم ديمينيو البوتاسيوم ديمينيو باللي يو سي
هيبركاليمي صح. شنو هو؟ المفروض يعطي هيبركاليمي. يظهر لي على انا يظهر لك. لي جي او سي قلنا ديمينيو لا فورماسيون دالجيتوسين 2. دونك لالدوستيرون كيف كيف ديمينيو لا فورماسيون دالدوستيرون. اي لالدوستيرون شنو يعمل على الكاليوريز؟ لالدوستيرون نحكي. لالدوستيرون والكاليوريز شنو يعمل لالدوستيرون على الكاليوريز؟ كاليوريز معناتها البيرت urinaire du potassium. Ma quand touche l'aldostérone augmente la caliurèse, augmente la perte potassique au niveau rénal. Ou madame les IUC diminue l'aldostérone. Donc, diminue la caliurèse. Donc, femme risque d'accumulation de potassium dans l'organisme. Donc, femme risque d'hypercalémie. Moi je dois le dire. Donc, captopril, même qu'on a dit, النيفيديبين. النيفيديبين با دانترفيرونس براتيكمون في الرينين ونوغمونت با لاكاليمي ما فماش علاش. سبيرولاكتان انتي الدوستيرون سي فري الى اوغمونت لاكاليمي مي ما فماش علاش الدوستيرون يولي فابل. هو جوست ال بلوك لي ريسبتور وكاهو. دونك ريست لو ميديكامون اللي بروبابلومون ادمينستري ا سات دام شنو هو؟ سي لو كابتوبريل. الكابتوبريل هو اللي ينجم يكون ولا يعطي سو بيلون بيولوجيك. كلير يا جماعة؟ كلير او نو؟ اذا مش نو شنو هو كيستيون؟ حاضر باش نجاوب راه فماش كيستيون. نقعد نتعداش كا كلينيك نيميرو 4 باسيون هيبرتوندو 14-9 انسوفيزون كاردياك تريتي بار كابتوبريل اي اتينولول كونسولت اوز اورجونس بور انتورس لو ميديسان لوي بريسكري دو ليبوبروفين. شنو هو ليبوبروفين؟ ايه ليبوبروفين. قريتوا انتم قال الجروب قرا يا ناس انتلجيكو الا لا يا جماعه؟